اهلا بيكم، انا احمد يوسف من بورتو ليرن. هتكلم معاكم النهارده عن نقطه مهمه جدا في الاجايل، ودي من اكتر الحاجات برضو اللي تعتبر انا شجعتني ان استخدم الاجايل، الا هو التايم بوكسنج. الاجايل عامه بيعتمد على التخطيط والتطوير السريع والمستمر لمنتجات ذو قيمه للعميل. لما نيجي نبص لمبدا التايم بوكسنج هنلاقي ان هي فتره زمنيه ثابته. لو انا عاوز اترجمها فتره زمنيه ثابته، انا وظيفتي في الفتره الزمنيه الثابته دي اختار اعلى نطاق او اعلى متطلبات للعميل هيحقق له اعلى قيمه في السوق. وبالتالي خلال الفتره الزمنيه المحدده، الفتره الزمنيه الثابته ديت، انا مطلوب مني ان اطلع للعميل هذا الفاليو باعلى جوده بنفس النطاق السكوب والريكويرمنت بتاعته، وفي نفس الوقت يبقى بتكلفه فعاله، وهتلاقي نفسك برضو التكلفه ثابته. لذلك التايم بوكسنج من الحاجات الجميله جدا اللي بتخلي الناس في الاجايل عارفه، فريق العمل الاجايل عارفين بالظبط هيعملوا ايه خلال فتره زمنيه محدده. ممكن تبقى 15 دقيقه، ممكن التايم بوكسنج يكون يوم، يكون 4 ساعات. خلال الفترات الزمنيه ديت انت مطلوب منك تحقق للعميل اعلى فاليو في اقل وقت ممكن.